مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات على ارض مصر. معاكم انا ساره الهلالي، وحلقه يوم الخميس بنتمنى انها تحوز على رضا حضراتكم. الحقيقه الموضوع اللي اخترناه النهارده موضوع مهم ويعني قريب من قلب كل مصري. احنا عندنا الحقيقه في مصر تاريخ رائع، وعندنا سياحه مهمه، سواء كانت هذه السياحه سياحه شاطئيه، سياحه ترفيهيه، سياحه دينيه. والنهارده نتحدث عن جزء لا يتجزأ من السياحة الدينية في مصر، وهو مسار العائلة المقدسة، اللي يعني طالما نادينا بالاهتمام بهذا الموضوع، والدولة بأكملها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم شخصيا بمسار العائلة المقدسة، والحقيقة في اهتمام كبير وأضواء كثيرة حول هذا الموضوع. اسمحوا لنا نتناوله بالتفصيل، وبيشرفنا في هذه الحلقة يكون معانا أستاذ باسم نعيم غالي، خادم الكنيسة الإنجليزية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. منورنا ومشرفنا. أهلا بيكم. أشكرك وبالسادة المشاهدين، اهلا بكم، اهلا بحضرتك. الحقيقه الموضوع النهارده اللي بنتحدث فيه زي ما قلت في البدايه قريب من كل مصري، الحقيقه بيتشعب لكذا جهه، هو موضوع روحاني ديني سياحي. من المفترض ان ياتي العالم كله لزياره مسار العائله المقدسه. اولا احب اعرف من حضرتك، او ندي نبذه للساده المشاهدين عن مسار العائله المقدسه، وهذا المسار يعني روحاني المقدس إلى حد كبير. ميلاد السيد المسيح قسم التاريخ إلى قسمين، قسم ما قبل الميلاد وقسم ما بعد الميلاد. ميلاد السيد المسيح هو بداية التاريخ البلادي، هللة الملائكة، المجد لله في العالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. كان في أيام السيد المسيح، ميلاد السيد المسيح، كان في حاكم طاغي اسمه هيرودس، عالم بمجيء وبمولد شخص ربنا يسوع المسيح، فأراد أن يبطش بالطفل يسوع، فجه قتل كل أطفال بيت لحم من يوم إلى سنتين. كان في واحدة اسمها رحيل، كان عندها ولدين فماتوا، رفضت أنها تتعزى من صعوبة الموقف، لأنه كان رجل طاغي جدا. كان أيامها في هيرودس الملك دوا، كان في مجوس، والمجوس شافوا نجم عظيم، قالوا أكيد في شخص عظيم ولد، فراحوا يقابلوا يشوفوا، قدموا هدايا للطفل دوا، ذهبا ولبانا ومرا. الذهب كان يشير إلى الملك، وكأن العناية الإلهية ترتب رحلة العائلة المقدسة، نفقت رحلة العائلة المقدسة إلى مصر هو الذهب. كمان لما ظهر الملاك ليوسف النجار، قال خذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر. لماذا مصر؟ مصر أولا لقربها لفلسطين. دي نقطة مهمة جدا الكل بيسألها، ليه اختصوا مصر تحديدا بهذا الشرف العظيم وللاحتماء فترة ليست بقليلة في داخل مصر؟ الفترة اللي قضتها العائلة المقدسة في مصر لمدة 3.5 سنين، بدأت من الشمال من فلسطين، بعد كده نزلت تاء العريش، تل بسطة كان فيها عبارة عن سحر، وفيها أصنام. لما دخلت العائلة المقدسة كسرت الأصنام، فطردوهم من تل بسطة، ونزلوا بقى، راحوا مستورد، وراحوا كنيسة مجمع الأديان، وراحوا المطرية. هناك في المطرية حتى مازال في شجرة مريم، ودي شجرة دي لها أكتر من 2000 سنة. وبعد كده راح مجمع الأديان، ومجمع الأديان راحوا كنيسة العدرة في المعادي، وبعد كده راحوا المنيا، وبعد كده راحوا ديروت، وراحوا مير. بلد مير دي بلد تشتهر، هناك أكرمهم بلد مير، تشتهر بالزراعة. وبعد كده راحوا الدير المحرك، وقعدوا فترة في الدير المحرك، وهو الدير المحرك يعتبر في منتصف جمهورية مصر العربية. وراحوا بعد كده دير درونكا، ودير درونكا فيه مغارتين، مغارة كان بتقعد فيها السيدة العذراء والطفل يسوع لكل المجد ويوسف النجار. وقعدت العائلة المقدسة في أسيوط، في دير درونكا في أسيوط لمدة 6 شهور و10 أيام. كان تبرعت، مشكورة وزارة السياحة، بنشكر وزارة السياحة من هذا المنبر، لأن تبرعت بمبلغ 250 مليون جنيه لإعمار 25 نقطة اللي حددتها وزارة السياحة.
كان موجود بالأمس القريب البابا فرانسيس الأول في دير سانت كاترين. صحيح. وهناك هو أخذ عهد أمامنا أنه كل بلد هيروحها هتكلم عن رحلة العائلة المقدسة، وهو بمثابة حج لكل مسيحي العالم. صحيح. دي بادرة خير ستدر على مصر سياحة دينية غير عادية. الطريق بيعتبر حج لمسيحيين العالم بمباركة البابا فرانسيس وبابا الفاتيكان. تم رفع اسم مصر دوليا باعتبارها مقصد للحج المسيحي. ازاي حضرتك بتشوف اولا هذا التقدير وهذه الرفعة؟ لانه في الاول وفي الاخر مسار العائلة المقدسة شيء مقدس طبعاً. بتختص به مصر في هذا التوقيت. وخلينا نقول كمان كل ما نقلق على مصر دايما نستنجد بالقرآن وبالإنجيل، فإن مصر سبحان الله يعني ربنا حباها بالكثير من الحماية ومن البركة. كيف ترى هذا المنحة في الكلام؟ شخصية السيد المسيح لكل المجد شخصية محورية، المسلم بيؤمن بيه والمسيح بيؤمن بيه. صحيح. المسيح جاء إلى مصر كلاجئ، تخيلوا ان مصر وكان اعظم لاجئ، يعني بصراحه هو شرف مصر، وما زال العالم بيجي الى مصر، بيلجأوا الى مصر، يختبئوا الى مصر. مصر بلدنا، بلد السلام، بلد الطمانينه. مصر ادخلوا مصر سالمين امنين. مصر دي حباها الله بحاجات كثيره. كانت تشتهر مصر بنهر النيل من زمان، مصر تشتهر بنهر، وكان بتشتهر بالزراعه، وكان الحكام الفراعنه كانوا اقوياء، عشان كده جاء يختبئ الى ارض مصر. مصر بلدنا، مصر بلدنا غالي علينا، مصر عايشه جوانا، دي مصرنا، مصرنا عايشه جوانا. لابد ان كل انسان يبقى فيه دور توعوي، من كان مفروض يبقى فيه دار ثقافه. اين دار الثقافه؟ كان زمان في قصور، في قصور الثقافه الى يعني في قصور جامد. لابد ان يكون فيه دور توعوي من الكنيسه ومن الـ من الـ من الـ الاعلاميين، عن يتكلموا عن ازاي نستقبل السياح، وازاي نعملهم معامله. النقطه دي مهمه جدا لو سمحت لي، لانه احنا طالما نادينا بالاهتمام بالسياحه الدينيه عموما في مصر وبالاخص بمسار العائله المقدسه، وكان هناك من العراقيل اللي بتحول يعني سياحيا فكره الحج بمسار العائله المقدسه، والنهارده الوضع ده تغير وتغير بشكل جوهري. كيف ترى التغيرات او التغلب على العراقيل للاستثمار الحقيقي والتوعية الحقيقية بمسار العائلة المقدسة بمصر؟ أولا احنا محتاجين كمان من وزارة التربية والتعليم ان تدي درس حتى للأطفال، يتكلموا عن رحلة العائلة المقدسة. زيارات كنا زمان لما الرحلات المدرسية، الرحلات المدرسية دي كان بتخلي الأولاد تفحر جوه الطفل رحلة العائلة المقدسة، وتكلم عن السيد المسيح وازاي هنا، ده عمل معجزات عجيبة، وبيبقى تعليم غير مباشر، تعليم غير مباشر بترسخ في القلوب. والطفل ببحث كده في الصخر بالنسبة للطفل. الحاجة اللي حصلت فعلا على أرض الواقع، وده تحسب لكل الأديرة وكل إنه بنوا في كل مكان عبارة عن مبنى شاهق لاستقبال السياح. المدة التي بتبدأ من العريش حتى دير درونكا في أسيوط لمدة أسبوع، بيطلع الأتوبيس بالرحلة لمدة أسبوع فبقى في مكان جاهز، في مكان جاهز للمبيت وكافيهات ومطاعم على مستوى راقي جدا. وكمان بيعلموا إزاي الجست بيبقى يعني الناس تتعامل معاه إزاي، وتعامل ويبقى عندهم لغات يستقبلوه إزاي ويعاملوه بمحبة. دي المفروض ان كل لكن الحمد لله في كل مكان، في كل دير وفي كل مكان. لو رحنا دير درونكا هنلاقي مكان خمس نجوم، لو رحنا مكان في كل الاماكن بيبقى فيه عباره عن فنادق لاستقبال السياح في هذا المكان. مصر مليئه بالاماكن المباركه اللي باركها السيد المسيح. جاء إلى أرض مصر، ادخلوا مصر سالمين أمنين، مبارك شعب مصر. هذا الشعب مكتوب في أشعياء النبي بكده آية عندنا، مبارك صح. شعب مصر مذكور أكتر، حتى مصر مذكور عندنا أكتر من 700 مرة في الكتاب المقدس. مصر مكتورة أكتر من 700 مرة في الكتاب المقدس. مصر حباها الله بنهر النيل،
مصر كل البلاد اللي حوالينا بيحصل فيها الخريف والربيع العربي إلا مصر. مصر دي مذكورة في كل الأديان. مصر محمية بإذن الله ومصر أبي على أي مخطط أو أي انكسار. استأذن حضرتك نطلع لفاصل ونرجع لحضرتكم على طول. بنعود لحضرتكم مرة تانية وجدد لقائي مع أستاذ باسم نعيم غالي خادم بالكنيسة الإنجيلية، ولازلنا نتحدث عن مسار العائلة المقدسة. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيكي أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن أهم الاستثمارات في هذا الصرح الكبير أو مسار العائلة المقدسة وإحيائها من جديد. أهم الاستثمارات أو أهم نقدر نقول اللي احنا قدرنا أن نستثمر فيه بشكل مهم هيعود على مصر بإيه؟ هو هيعود على مصر بسياحة خارجية كبيرة جدا جدا، والاستثمارات تم إعمار أكثر من 25 نقطة وهم حددتهم وزارة السياحة، وتبدأ من الشمال وتنتهي بدير درونكا في أسيوط في جنوب مصر. الإعمار حصل كالآتي: حصل في فنادق، بنوا فنادق شاهقة وتعامل أماكن، وتعامل برضو وزارة السياحة في حاجات حصل فيها رصف لأن كان في حاجات في رمال. خلينا نقول إن هي جهات متضافرة، هي مش وزارة السياحة بس. إيه الجهات المعنية بالاهتمام بالسياحة الدينية في مصر بشكل عام وبشكل خاص بمسار العائلة المقدسة؟ احنا أول حاجة احنا عايزين نعمل دعاية، برضو دعاية، أنا مصمم إن احنا نعمل دعاية تلفزيونية، يعني بنقدم التهنئة والشكر لقناة تانية وهذا البرنامج العظيم على أرض مصر لإحياء هذه الرحلة، وبتتكلم عنها باستمرار وبتدعي ناس تتكلم عنها. صحيح، مش أول مرة. مش أول مرة بصراحة، يعني الشكر والتقدير على هذا البرنامج العظيم على أرض مصر ولكل العاملين فيه ولحضرتك. مفروض إن احنا نبدأ بداية سارة إن نتكاتف كل وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم تحط منهج لهذا الموضوع. وزارة السياحة مشكورة طبعا، بقدم الشكر والتقدير لوزارة السياحة لما فعلتهم من بداية سارة وبداية مفرحة. بقدم الشكر والتقدير لقداسة البابا فرانسيس الأول، وما زال إلى يومنا هذا فعلا، حتى آخر مرة كان في 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 فرنسا برضو اتكلم عن رحلة العائلة المقدسة، والمفروض ان في سياح وفي ناس حاجزة اوريدي، زوريدي عن مكاتب حاجزة اوريدي لزيارة مصر للحج في 25 نقطة بتاعت رحلة العائلة المقدسة. شخصية المسيح شخصية محورية، ولد السيد المسيح، ميلاد السيد المسيح جاء بمعجزة لم يحدث من قبل ولا من بعده، ليس بزرع بشر ولكن بالروح القدس. نظرة العناية اللي هي وعلى أمنا العذراء مريم، وهو مكتوب كده حتى في القرآن الكريم في سورة مريم ادها صورة. صحيح. كل الأجيال بتطوبها، كل الأجيال بتنعمها، كل الأجيال بتديها مكانتها، لأن كانت بنت قديسة عندها 17 سنة ظهر لها الملاك وبشرها بالسيد المسيح. معجزة. صحيح، معجزة. معجزة اتولد بالروح القدس ليس بزرع بشر، اتولد كمان في مزوة بقر. شوف اللي يعلم الناس التواضع ولكي يبشر في قراء الناس، ملك الملوك ورب الأرباب الذي ينسب للملائكة حماقة، اتولد في مزوة بقر. هكذا أحب الله العالم، الله بيحب الإنسان والإنسان غالي على قلب الله. وعلمنا وتعليم السيد المسيح: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، من لطمك على خدك الأيسر حول له الآخر أيضا. دي تعليم السيد كمية المسيح. كمية السماحة والمحبة اللي ممكن نتعلمها من السيد المسيح الحقيقة، يعني حدث ولا حرج، شيء رائع وشيء جميل. وبرضو الواحد يستفيد بأنه يعني تم تخصيص مصر أو تشريف مصر بمسار العائلة المقدسة، ومن هنا كان مهم الاهتمام بشكل كبير لأنه كانت الرحلة معقدة وكان في نقاط صعب المرور فيها، وكانت الحقيقة في عراقيل كتير زي ما قلنا في بداية الحلقة وتم التعامل معها. خلينا نتكلم، هل في مشاريع مماثلة؟ هل في ممكن رحلات أخرى؟ هل في يعني نقاط أخرى ممكن يتم ترميمها لها علاقة بالسياحة الدينية المسيحية؟ بدأت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية وكل الطوائف لعمل رحلات، حددوا رحلات معينة بتبدأ من الشمال حتى الجنوب، وبتاخد مدة هذه الرحلة يعني
تقريبا بتاخد اسبوع في كل مكان، في كل مكان، في الدير المحرك في هناك مكان، وفي دير درونكا، وفي كمان وكمان كذا مره يعني رحناها، كمان رحنا المطريه هناك واتفرجنا على المكان وقد ايه شفنا الشجره اللي ليها اكتر من 2000 سنه اللي جلست تحتها السيده العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار. وكمان لما جه مات هيرودس، لما مات هيرودس بقى ظهر الملاك يوسف النجار الخذ الصبي وامه وارجع الارض. رجع من نفس الخطوات ال 25 نقطه، رجع من نفس المكان اللي جه منه، رجع منه وعاش السيد المسيح، وبدات الكرازه بتاعته في فلسطين وهو كان عنده 30 سنه. وده بداية بيعلمنا كان عاش متواضع وعاش، كان اشتغل نجار يعني، حتى هو كان بإيده، كان بيعمل بإيده وكان لا يجد أن يسند رأسه، يعني عاش حياته كلها وطبع أقدامه على أرض مصر. مصر بلدنا، مصر غالية علينا، لابد يكون لنا انتماء لمصر، دي مصرنا. صحيح. ليه بسأل حضرتك هذا السؤال؟ لأنه الحقيقة أشعر بالغيرة بشكل كبير جدا لما بسافر بلاد ألاقي إحنا عندنا يعني في صرح كبير هناك، يعني كنائس، مش عايزة أذكر حاجة دون الأخرى، ولكن مثلا في فرنسا في منطقة بحالها كنيسة ممكن أقول إن هي على قد ما هي جميلة ولكنها أقل بكثير من كنائس موجودة هنا على أرضنا. عندنا في لبنان، ودي منطقة غالية علينا جدا وكلنا بنحبها كمصريين، حريصة فيها كم روحانيات ومهتمين بيها بشكل كبير، ولكن عندنا من الجمال ومن المناطق المهمة سياحيا كديانة مسيحية في مصر موجودة، وخلينا نقول أن الديانة القبطية كمان لها أثر كبير جدا في مصر ومتأصلة ومتدفرة مع الشعب المصري. إزاي النهاردة إحنا ما مش بنشوف هذه الكنائس، أو ما بيبقاش في ترويج لينا حتى سياحيا داخليا في مصر، عشان لما إحنا كمصريين وإحنا عددنا كبير لما نشوف هذه الأماكن هنتكلم عنها أحسن. عندنا فأنا بشوف إن دايما المفترض يعني إن إحنا كبلد عندنا سياحة فرعونية، عندنا سياحة دينية، عندنا سياحة ديانة إسلامية مسيحية، عندنا هذا الخليط الرائع اللي بيشكل الشخصية المصرية، المفترض نمشي في الشارع ما نلاقيش كان من السياح. مظبوط. فين احنا من الخريطة السياحية العالمية بكل هذه النعم؟ احنا محتاجين دعاية خارجية. يعني في تقصير في الدعاية الخارجية عن يعرفوا قد ايه ان مصر زاخرة بالكنائس. احنا في اماكن احنا زاخرة بالجوامع، يعني لو رحنا مجمع الاديان، كنيسة المعلقة، كنيسة بارجرجس، يعني في عندنا كم من الكنائس. حقيقي انا بقدم الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الكنيسة في العاصمة الإدارية طبعاً. واكبر كنيسة في الشرق الاوسط واكبر جامع في الشرق الاوسط، دي بداية سارة. كان في فترة من الفترات اللي مضت للأسف كنت عشان ترمم دورة مية في كنيسة بتعوز تصريح من رئاسة الجمهورية، كان في تعسف شوية أو كان في يعني خلينا نقول ده كان صعب في صعب شوية، كان في أماكن أصلا ما بيوصل لهاش مية خالص، ولا هي كنيسة ولا هي جامع، ولكن كان بيصعب فيها الوصول كهرباء أو لكن مية. بيجينا رئيس جمهورية بدأ بداية سارة، احنا مكملين معاه وانهزم المنبر بنبايعه لفترات أخرى، هو خطى بينا خطوات إيجابية ودي حاجة كويسة. يعني في اعمار حصل اعمار لكنائس في اعمار حصل لكنائس كانت مهدومه وترممت، وده شيء رائع، ده يساعد على زياده. احنا عندنا كنائس لو قعدنا نشوف الحوائط والاسطح فقط للكنائس بارعه الفن، فن حقيقي. القبه الروايات اللي بتتعمل دي خطيرة. ده فن ايطالي رائع. صحيح. بكل المقاييس، وده تورثناه على فكره من قدماء المصريين اللي بنوا لنا الاهرامات، بنشوفه قد ايه في المعمار الكنسي بيبقى، حتى في الجوامع، في جوامع بتتعمل بطريقه معرفين. هندسيه رائعه. صحيح. ودي بدايه ساره وبدايه، ولكن مهم ان احنا نهتم بده اكبر. خلينا نطلع لهذا الفاصل ونرجع نكمل كلامنا. رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر بمكاسب لها عدة أبعاد، منها البعد الوطني، كما أن رحلة العائلة المقدسة من معالم التاريخ القومي ومزارات سياحية تعود بالدخل على الدولة. ولفتت نظر العالم لمصر التي بوركت بالرحلة المقدسة،
كما توجد مكتسبات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تعد الكنيسة الأقوى على مستوى العالم روحيا وتراثيا، حيث خص الله كنيسة مصر بزيارة العائلة المقدسة إليها، ويقال إنه المذبح المقام في دير العذراء بدرنكة الذي زارته العائلة المقدسة خلال رحلتها يقع بالفعل في وسط أرض مصر، وهذا مكتسب روحي عظيم تفتخر به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أن المسيح بارك أرض مصر. بنعود لحضراتكم مشاهدين الكرام، وبرجع لحضرتك مرة تانية. والحقيقة خلينا نتكلم عن فكرة تضافر الجهات، يعني حضرتك تحدثت عن الترويج، خلينا نتكلم أن في دول بفنها زي مثلا تركيا قدرت أن هي تأتي بسياحة رائعة من خلال بعض الأعمال التلفزيونية سواء كانت مسلسلات أو أفلام، وقد كده ده بيكون سبب من الأسباب المهمة للترويج. هل حضرتك ترى أنه فعلا في خطتين، خطة طويلة الأمد وهي من خلال الأعمال الدرامية والسينما والإعلام، وخطة قصيرة الأمد اللي هو الترويج المباشر في بعض الأماكن أو الدول اللي بيبقى فيه ليها يعني ترويج للمقصد السياحي مصر؟ احنا نمشي في الخطين، نمشي في الخط الاولاني اللي هو الترويج للسياحه خارجيا، وده ما فعله قداسه بابا فرانسيس الاول، ده بدايه صار يعني ملايين، هو بيتكلم عن رحله العائله المقدسه، ملايين شافته وملايين فهمت، ما حدش ده في بلاد ما تعرفش فين اين تقع مصر من الخريطه، في ناس في بره ما يعرفوش مصر، لكن المفروض هيحصل ترويج اعلامي، دي الخطة القصيرة، ترويج إعلامي خارج مصر عن طريق التلفزيون، عن طريق مجلات، عن طريق الصحف. والحاجة التانية الدراما، ممكن يتحط في الدراما ان يتعمل مثلا مسلسلات، يعني مثلا في مسلسل عن الدير الأديورة، يعني الأديورة دي في كل مكان وبكل بقعة راحت زيارتها السيدة المسيح والعائلة المقدسة، في دير في 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 دير في درونكا، دير درونكا، الدير المحرك ده هو في منتصف مصر اللي هتخرج النهضة منه إلى مصر. تخيلوا إن أقدام السيد المسيح بارك مصر وجاء الأرض مصر، بارك شعبها، مبارك شعب مصر، مكتوب كده عندنا في الكتاب المقدس مبارك شعب مصر، الشعب ده متبارك في أشعيا 23، مبارك هذا الشعب، الشعب متبارك من ربنا ومن ملايكة، دي مصرنا، مصرنا غالية علينا، مصرنا إحنا بنحب مصر، كلنا انتماء لمصرنا، ويبقى دور توعوي برضو من الكنيسة على الكنيسة، تعمل دور توعوي للشباب عن رحلة العائلة المقدسة، يستضيفوا الناس، يتكلموا عنهم، يتعلموا لغات، إزاي نتعامل مع الآخر، أنا ممكن أكون مختلف مع الآخر، مختلف عن طريق البشرة، من طريق عن طريق الدنيا، لكن إحنا نتكاتف مع بعض لإحياء هذه الرحلة المقدسة. الحقيقة إحنا كمصريين دايما نقف تحت راية واحدة هي راية مصر، ومهما اختلفت إلا إن دايما الحقيقة محافظين على بعض. أكيد إحنا سبيكة واحدة رائعة. يعني كمان وعدت علينا مواقف كثيرة بتثبت قد إيه إن إحنا شعب لنا انتماء لمصر. صحيح. المسلمين والمسيحيين سبيكة واحدة، انصهروا مع بعض، ليس نسيج واحد ولا إيد واحدة، كلنا على قلب رجل واحد، المحبة لا تسقط أبدا. إزاي أعرف الرجل ده محبوب من الله؟ أنه بيعرف أحب أخوه. صحيح. باركوا أعدائكم، الإنسان التسامح والتسامح ده شيء رائع، والغفران شيء رائع، إن أنا أغفر للذين يسوؤون إلينا وتهضني. أشكرك جدا أستاذ باسم نعيم غالي خادم الكنيسة الإنجيلية، أشكرك يا فندم. أهلا بيكم وأهلا بيكم وأهلا بالسادة المشاهدين. مشاهدين الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة، بتمنى أنها تكون حازت على رضاكم، أشكركم وإلى اللقاء.